يعطيكم العافية تاسا، معكم معلمة مادة الرياضيات مسربة. اليوم إن شاء الله رح نكمل موضوعنا اللي بدأنا فيه بالفيديو السابق، اللي هو النسب المثلثية. حكينا مفهوم النسبة يا تاسا، هي عبارة عن عملية مقارنة بين كميتين، لكن بوحدتنا هاي النسبة رح تكون هي عبارة عن عملية مقارنة بين أطوال أضلاع مثلث، لكن هذا المثلث رح يكون مثلث قائم الزاوية، يعني رح أتعامل مع مثلثات قائمة الزاوية تحتوي على زاوية قائمة. اكتشفنا 3 نسب مثلثية، اللي هو أول شيء جيب الزاوية الحادة وتكتب جيب السين حسب الزاوية، يعني هون حسب اسم الزاوية، ويساوي المقابل على الوتر. يعني لو بدي أشوف بهذا المثلث الزاوية سين، الضلع المقابل لإلها هو عين صاد، هذا الضلع المقابل لإلها على الوتر. الوتر هون هو اللي رح يكون عندي الضلع المقابل إلى الزاوية القائمة. إذا أنا بعرف الوتر هو عبارة عن الضلع اللي بيكون مقابل للزاوية القائمة. جيب تمام الزاوية الحادة، يعني جتا السين تقرأ ويساوي المجاور على الوتر. يعني بهذا المثلث الزاوية السين الضلع المجاور لإلها سين، هذا سين صاد. إذا رح أكتب هون سين صاد على الوتر اللي هو سين عين، وهون المقابل قلنا عين صاد على الوتر اللي هو سين عين. هلا ظل الزاوية الحادة، ظل السين هو المقابل على المجاور. إذا هون بالظل أنا ما بستخدم وتر، إذا المقابل على المجاور. المقابل قلنا لسين اللي هو عين صاد، بينما المجاور لإلها هو سين صاد. إذا هون بنكون عرفنا النسب المثلثية الثلاث الموجودة بهاي وحدتنا، اللي هو الجيب والجتا والظل. برضو كتبت لكم هون نص نظرية فيثاغورس، كتير رح استخدمها بحل المسائل، اللي هي الوتر تربيع ويساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع الموجود بمثلث قائم الزاوية. نظرية فيثاغورس بتساعدني في حل في إيجاد أطوال أضلاع المثلث. لما تكون عندي ضلع مجهول أو الوتر مجهول، بقدر أستفيد منه هاي النظرية لحتى أوجد الأضلاع أو الوتر. هلأ رح نحل مجموعة من الأسئلة، ركزوا معي. هلأ تاسع، بدي أحل مثال 17 صفحة 83. المثال كالتالي: ألف با جيم هو مثلث قائم الزاوية في با، يعني الزاوية با هي الزاوية القائمة. ألف با 5 سنتيمتر وبا جيم كانت 12 سنتيمتر، بدي أوجد كل مما يأتي. أول شي بدي أوجد ألف جيم، هون عندي الوتر مجهول، الوتر مجهول. طيب قلنا لما يكون عندي ضلع أو وتر مجهول بستخدم نظرية فيثاغورس، يعني رح أشتغل كالتالي. هلأ مثال 17، أول شي رح نحل الفرع الأول، بده أوجد ألف جيم. من خلال نظرية فيثاغورس الوتر تربيع ويساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. هلا الضلع الاول كان عندي يا تاسع اللي هو الف باء او با جيم، انا بقدر استخدمه، وبرضه الضلع الثاني بقدر اخذ اي واحد فيهم. اذا رح اعوض هون 5 تربيع زائد 12 تربيع. مربع الخمسة 25، مربع 12 144. هلا عملية الجمع: 5 زائد 4 9، 2 زائد 4 6، وهنا 1. إذا الوتر تربيع ويساوي 169. لحتى أوجد الوتر أشيل منه التربيع، إذا رح أحط جذرين للطرفين، هاي ما هاي بتروح. إذا الوتر ويساوي الجذر التربيعي ل 169 هو 13. إذا هون الوتر عبارة عن 13 سنتيمتر. هلأ بنيجي للأفرع الثاني والثالث والرابع والخامس، رح أحلهم على الكتاب. هلأ بده ظل الألف، نروح على الزاوية ألف.
هلا قلنا يا تاسع، الضلو يساوي المقابل على المجاور. المقابل على المجاور. ألف الضلع المقابل لإلها هو جيم باء، بينما المجاور لإلها هو ألف باء. تمام. هلأ جيم باء 12 سنتيمتر وألف باء هو 5 سنتيمتر، إذا هيك بكون حليت الفرع الثاني. طيب نيجي للثالث، بده ظل لكن ظل الزاوية جيم. ظل جيم هو المقابل على المجاور، مين الضلع المقابل لإلها؟ هو ألف باء، بينما الضلع المجاور لإلها هو جيم باء. ألف باء يساوي 5 سنتيمتر وجيم باء يساوي 12 سنتيمتر، هيك بنكون حلينا الفرع الثالث. هلأ الفرع الرابع بده جيب ألف. الجيب قلنا هو المقابل على الوتر. نرجع للزاوية ألف، الضلع المقابل لإله هو جيم باء والوتر هو ألف جيم. جيم باء بتساوي 12 سنتيمتر والوتر عندي 13 سنتيمتر، هيك بنكون حلينا فرع أربعة. هلأ فرع خمسة، بده جتا الألف. الجتا هو المجاور على الوتر قلنا يا تاسع. ألف مين المجاور لإلها؟ هو هاي ألف، الضلع المجاور لإلها هو ألف باء على الوتر جيم ألف أو ألف جيم، ما في نفس الشيء. ألف باء بتساوي 5 سنتيمتر والوتر يساوي 13، آسفة هون 13 سنتيمتر، إذا الجتا الألف هو 5 على 13. إذا هيك نكون حلينا مثال شامل على الجيب والجتا والظل اللي هو النسب المثلثية، وبرضه استخدمنا نظرية فيثاغورس لإيجاد الوتر. هلأ تاسع إن شاء الله بالفيديو الجاي رح نحل برضه مجموعة من المسائل على النسب المثلثية، زائد رح أعلمكم على كيفية استخدام الآلة الحاسبة لإيجاد الجيب والجتا والظل، ويعطيكم ألف عافية.